من هي الفئة التي تقدر تستطيع من الاستفادة من هذا الإجراء؟ وهل هناك اشتراطات معينة؟ هلا أول شيء في اشتراطات خاصة بالحالة نفسها، الحالة الفموية أو السنية، ما لازم السن اللي احنا بدنا نعوض عنه يكون ملتهب أو في تحته خراج، لأنه إذا في تحته خراج فإحنا ما رح نقدر نشيل ونحط فورا، لازم الخراج يطيب، وهذا مشان هيك احنا كنا نستنى 3 أو 4 أشهر بعد الخلع. الشيء الثاني هي الصحة العامة للمريض، يعني احنا ما فينا نستخدمه لمريض مدخن بشراهة، عرفت عليكي؟ المدخنين يعني. المدخنين هدول كثير بتفشل عندهم الزراعات الفورية. الشيء الثاني مثلا المرضى اللي بيعانوا من أمراض مزمنة مش معمول عليها كنترول، يعني السكري. السكري مثلا، مريض السكري، حتى مريض السكري احنا هلا في عندنا أطباء صاروا مختصين في زراعة الأسنان لمرضى السكر، ولكن إذا مريض سكر السكر عنده مش منتظم، هو ما بياخذ حبوبه أو ما بياخذ أدويته بانتظام، بيخربط في الأكل كتير، فهذا كمان نسب الفشل بتكون عنده عالية، ومنروح على الطرق التقليدية. طب في مخاطر من هذا الإجراء يا دكتور؟ لا لا لا، بالعكس، هي نسبة النجاح فيها إذا عملت بطريقة صح وباستخدام التقنيات الصح فنسبة النجاح تتعدى 97%.